خرجت لي الكونترا وانا جاي للطاليان جي معايا 1000 اورو في جيبي على الاقل، على الاقل جي معاك 1000 اورو حقاش غادي تكري منه، غادي تاكل منه وتشرب، غادي تجري على اوراقك تنابر، انت اللي غادي تخلص كل شيء الا جيتي هنا للطاليان بكونترا عقد عمل فيها الاوراق ولا ما فيهاش الاوراق، انت اللي غادي تخلص كل شيء من جيبك. نجي معايا مليون في جيبي على الاقل هذه باش نكون مع راسي على الاقل في شهرين الاولى. السلام عليكم، هذه هي الاجراءات الاخوان عند دخولك ايطاليا بعقد عمل بكونترا. اي نوع ديال الكونترات؟ فيها الاوراق ولا ما فيهاش الاوراق؟ فيها الخدمه ولا ما فيهاش الخدمه؟ اي واحد دخل ايطاليا بكونترا الا وغادي يدير هذه الاجراءات هذه كامله. غادي نبداو من اللي تخرج لك الكونترا اشنو خاصك دير حتى تيري ان شاء الله للبرماسو دي سوجورن ديالك، رخصه الاقامه هنا في ايطاليا. المهم قبل ما نبدا الاخوان بغيت نشارك معكم هذه المعلومات هذو على فيرونا وفينيسيا. الناس كيسولوا على فيرونا وفينيسيا حتى هما راهم كيخرجوا من طبيعه الحال. فيرونا الاخوان شارك معكم التوقيت اللي هو طالع 9:14 دقيقه و23 ثانيه موديل سي مدفوع 12 في شهر 12 ديال 2023. اما موديل بي الاخوان راه باقا حتى شي حاجه مبات ليا منه، يعني موديل بي كونترا ديال موديل بي ولا البادانتي ولا باقي لحد الساعه انا كنشارك معكم داكشي اللي كنشوف ماشي داكشي اللي كنسمع. راه واخا واحد دابا يجي يقول لي يونس خويا راه خرجت ليا موديل بي راه خاصني نشوف وخاصني حتى نتاكد ونشوف حتى التوقيت باش نشاركوا معكم. وبالنسبه للفينيسيا الاخوان راه باقا كتخرج كونترات مدفوعات في شهر 6، في شهر 6 الاخوان خرجات فينيسيا في شهر 6. المهم داكشي قلنا كيمشيو على التوقيت، وها نتوما كتشوفوا راه التوقيت في بعض العمالات ولكن هذا راه مع جمعيات كيكون طالع، كاين اللي عنده توقيت معطل كيقول لك اشنو ندير، واش كاين شي حدود ولا لا. انا كنقول له غير تسنى يكون خير ان شاء الله. المهم هما راه كيمشيو بالتوقيت وما تعرفش شنو كاين، حقاش كانوا زاد واحد الكوطة اخرى ديال 40000 في القانون اللي تفتح 27 في شهر 3 العمل الموسمي، زادوا واحد 40000 وبقات كتخرج من طبيعه الحال. السيد خرجت له عنده الروسي في شهر 6 ديال 2023 عقد عمل يعني الموسمي في فينيسيا، وخرجت له الاخوان خرجت له الكونترا ورسلها ليا. المهم فيرونا 9:14 دقيقه و23 ثانيه وفينيسيا راها كتخرج حتى هي الاخوان، وعقد عمل خرجات والاخوان مدفوع في شهر 6. لهذا دائما كنقول لك ما تفقدش الامل ويكون خير. اما البيع الاخوان توصلت بشي حاجه صحيحه غادي نبينها لك وغادي نقول لك البيع راه خرجات من طبيعه الحال. نتوما ممكن انكم تشوفوا في شي قناه اخرى ولا شي حاجه تقولوا راه كاين واحد القناه عطاتنا الموديل بي كيخرج وعطاتنا حتى التوقيت، ولكن انا كنشارك معاك داكشي اللي شفت من طبيعه الحال وما نكذبش عليك. نرجعوا الاخوان الاجراءات ديال عقد عمل موسمي ولا غير موسمي الدخول ديالك هنا لايطاليا اشنو خاصك دير. اول حاجه الاخوان اول حاجه خاصك دير، المهم فاش كتخرج الكونترا كيرسلها لك الباترون ولا الوسيط بي دي اف، كتاخذ الموعد ديالك كتيري الباسبور ان شاء الله كتيري الباسبور ديالك فيه الفيزا تما كتضرب على الفيزا طاليان نجي لطاليان ديريكت مع ديما نمشي ندير شي بلاصه اخرى لا اسبانيا لا بلجيكا لا والو، نجي نطبع يعني الدخله ديال الديوانه هنايا في طاليان باش من بعد نمشي للبريفيتورا ما عنديش شي مشكل. يقول لي في البريفيتورا علاش ما دخلتيش على ايطاليا، حنا بغينا الطبعه في المثال ديال الديوانه الدخله ديالك ديال ايطاليا. المهم عندي طاليان نجي لطاليان ان شاء الله ديريكت. اول حاجه كندير فاش كندخل لايطاليا اول حاجه كندير كنسكن من طبيعه الحال كنصايب شهاده السكنه، حنا كاع كنعرفوها بشهاده السكنه ولكن هي يعني في الاصل اوسبيتاليتا واحد الورقه ديال الضيافه والعبار ديال الدار واحد السكن اللي هو ملائم. عندك جوج ورقات كتصاوبهم ديال السكنه كتشوف مع من تسكن ولا ساكن في بوستوليتو كنتي راجل ولا امراه، والسكن الملائم كتصاوبو على شي دار اخرى اللي فيها واحد العدد ديال الاشخاص ولا افراد قلال وممكن انك تزاد عليهم. كتحتاج اوسبيتاليتا يعني ورقه ديال الضيافه وكتحتاج من طبيعه الحال العبار ديال الدار. ثاني حاجه كدير كتمشي تصايب الكود شي فيسكالي، في حاله ما مشيتيش للاجنسيه ديال الانتراتي بس تصايب الكود شي فيسكالي اللي هو الرمز الضريبي ديالك، الباترون كيعطيك الرمز الضريبي ديالك المؤقت اللي كنت قلت لك راه الباترون اش غيدفع لك ان شاء الله، غادي تكريا غادي تخلق واحد الكود شي فيسكالي اللي هو تيمبورانيو مؤقت بروفيزوريو. هذاك الكود شي فيسكالي غادي تديه للبريفيتورا مع الباترون،
يعني الباترون كياخذ موعد في البريفيتورا، وانت كتحتاج الوثائق، كتحتاج لوسبيتاليتا ويدونيتا لوجاتيفا العبار ديال الدار، كتحتاج الكوديشي فيسكالي ديالك الرمز الضريبي اللي قلنا، كتحتاج الباسبور ديالك في الطبعه ديال الفيزا نتاع بيت الحال، والدخله اش من فرونتيير دخلتي ولا اش من يعني ديوانه دخلتي عليها، كتحتاج ماركا دابولو تنبر ديال 16 الاورو، وكتمشي مع الباترون كياخذ لك موعد في البريفيتورا، وكتمشي معاه رجلك على رجلو للبريفيتورا باش تسيني والكونتراتو دي سوجورنو، باش تسيني والكونترا ديال الخدمه والبرميسو دي سوجورنو ديالك باش تخدم. كتمشي وكتسيني معاه المسائل، ممكن يتعطل عليك بزاف. نابوليا الاخوان الناس عام وهي كتسناو باقي ما وصلهاش الموعد ديال البريفيتورا باش يمشيو، على حساب كل عماله وكيفاش خدامه. كاين شي عمالات اللي عندهم الضغط والضق بزاف وعندهم طلبات بزاف وعليهم بنادم ها وكيتراكموا عليهم المواعيد حتى هما، ممكن يعيطوا لك بالزربه، ممكن شهرين وثلاث شهور واربعه وحتى خمسه. كاين الناس اللي هما جاو هنا 6 شهور وباقي ما مشاوش مع الباترون البريفيتورا. انا المهم غادي نقول لك اشنو خاصك تدير. الباترون كياخذك الموعد فاش كتجمع هاد الوريقات كاملين، كتمشي معاه للبريفيتورا كتسينيو هذيك الكونتراتو دي سوجورن اللي قلنا، كتاخذ الدوسي ديالك كتوجه لاقرب بوستا كتواجد انت فيها في المنطقه، اقرب بوستا كتمشي ليها، كتمشي تما كتخلص واحد 82 اورو على الملف ديالك والكونتريبوتو والطاسه ولا الضريبه اللي غتخلص الكويستوره باش تخدم لك البرميسو دي سوجورنو ديالك، وكتخلص واحد 30 اورو اخرى على هذاك الجوا ديال الارسال ديال الطلب ديالك في البوستا. وتمانيت في البوستا كيعطيوك واحد لاريتشي بوتا، واحد الروسي بانك راك خلصتي فيه الكود ديالك، وكيعطيك موعد ديال البصمات امتى خاصك تمشي تبصم في الكويستوره. كاين ناس بزاف كيعطيوهم الموعد ديال البصمات تما في البوستا، وكاين اللي ما كيعطيوهمش موعد ديال البصمات، كيقول لهم تسناو حتى يجيكم الميساج عاد خاصكم تمشيو للكويستوره العنوان في العنوان اللي عندكم، يعني الميساج فيه عنوان وفيه اشنو حتى تدي معاك في البصمات. فاش كتبصم كيوصلك الموعد وكلشي وكتبصم، كتبقى ثاني تسنى في الموعد ديال التيراج ديال البرميسو دي سوجورنو ديالك، في التيراج ديال رخصه الاقامه ديالك، كيوصل ثاني الموعد التاريخ كتمشي كتاخذ البرميسو دي سوجورنو ديالك. ولكن حتى جي موديل بي في المثال كونطرا فيها الخدمه وفيها الوراق، ولكن قال لك الباترون انا غنصاوب لك غير الوراق وما نخدمك ما والو. دابا انت غتسول واش ممكن الا خديت هذاك الروسي من عنده نمشي ندبر على خدمه اخرى، نمشي ندبر على باترون اخر؟ اه. فاش ان شاء الله تجي هنا ودير هذا الشيء كامل وتاخذ الروسي ديالك، خاص الباترون يمشي معاك الا بغيت تاخذ الوريقات ديالك، تاخذ الروسي ديالك هذيك لا ريتشي فوتا خديتي من البوستا، من بعد شوف شحال داير الباترون باش انه غادي يضرب عليك. حقاش في الكونتراتو دي سوجورنو كيدير شي فشي كيدوز وراق بانك في المثال انت من بعد واحد 20 يوم 30 يوم شهر شهرين ربع شهر وكيضرب عليك هذاك السيد. انت ما خدمتيش معاه في المثال هو دفع لك غير الوريقات، كتمشي تدبر على باترون اخر وخدمه اخرى ويعطيك كونترا، يدير لك كونترا يعني الباترون جديد الباترون الثاني، وكتضرب على راسك من عند الباترون الاول وكتبقى تسنى في المثال. الا وصلك موعد ديال البصمات كتدي الكونترا اللي هي جديده مع الباترون الثاني، وكتدي تري اولتيمي بوست باغا، هادوك الاواخر ثلاثه البوست باغات الاخرين الرواتب شهريه وما عندكش مشكل. ولكن انت دابا غتقول لي في المثال انا داخل موديل سي عقد عمل موسمي يعني ستاجيونالي في 3 ولا 4 ولا 6 ولا 9 شهور، نفس الاجراءات الاخوان نفس الاجراءات، غادي تجي لهنا غدير سكنه صاب كوديش فيسكالي، جمع الدوسي ديالك، الباترون يشد لك موعد في بريفيتورا تمشي معاه يدفع لك، تاخذ الروسي تبقى تسنى في بصمات، تاخذ من بعد بصمات البرميسو دي سوجورنو ديالك اللي هو محدود، غتكون فيه ثاني على حساب المده اللي داير لك السيد. كانت 3 شهور يعطيوك 3 شهور في برميسو، كانت 6 ولا 9 غادي يعطيوك 9 شهور، ومن طبيعه الحال توفرت فيك الشروط ديال لا كونفرسيون ديال التغيير لانه عقد عمل موسمي محدود. تقدم يعني بالطلب ان شاء الله بالدكريتو فلوسي ديال لا كونفرسيوني. كيف ما قلنا الاخوان نفس الاجراءات بحال عقد عمل موسمي بحال عقد عمل غير موسمي. انا ما كنهضرش على اللي قال لهم باترون منكم الواد، الا جيتي هنا ما تعرفني ما نعرفك. المهم هذه الاجراءات اللي هي قانونيه اللي خاصك تدير
باش تاخذ الوريقات ديالك. قال لك ما تعرفني ما نعرفك، ما فيها لا خدمه لا اوراق، هذيك حاجه اخرى. يعني انت جيت لهنا خاصك تخدم وخاصك تاخذ الوراق وتفهم مع الباترون في الاول ولا الوسيط ديالي، نقول له اشنو عندي في العقد، واش خدمه اوراق ولا غير اوراق. كانوا غير اوراق كدير هذا الشيء، كانوا خدمه اوراق كدير نفس الاجراءات. والله يسهل عليكم.